راح نستنى، ما راح نعمل أي شيء. إيزيل، أنا أمنتك على ابني وأنت قلت لي ما بصير شيء ووعدتني وأنا صدقتك، وهلأ بدي ابني، بدي تجيب لي ابني. عايشة، ما راح يصير شيء، وهلأ ما فيني اتصل برامز. لكن شو هي خططك؟ إيزيل، بترجاك رجع لي ابني. رح رجعه، بس هلأ لازم نستنى. لا، ما رح استنى. عايشة، إيزيل، هلأ روح وجيب لي ابني. انساني إلي، طلع من قصة حبي وعشقي. تذكر إني أم بدها ابنها. إيزيل، بترجاك دخيلك، ما بدي شي تاني، بدي تروح وتجيب لي ابني. تستطيعون إيواء أجساد أولادكم، ولكنكم لا تستطيعون إيواء نفوسهم، لأن نفوسهم تسكن بعيداً في قصر المستقبل، وأنتم لا تستطيعون زيارتهم هناك حتى في أحلامكم. قد تستطيعون أن تشبهوا أنفسكم بهم. نعم، قد تستطيعون أن تشبهوا أنفسكم بهم، ولكن لا تحاولوا أبداً أن تجعلوهم يشبهونكم، لأن الحياة لا ترجع إلى الوراء ولا تهتم بالماضي. أنتم أقواس تنفلت منها سهام أولادكم لتذهب نحو المستقبل، والقوس ينحني بكل محبة لليد التي تشده، لأن القوة التي تفلت القوس بقدر ما تحب السهام المبتعدة عنه تحب القوس القوي الذي في يدها. شو عم تحكي خال؟ خليل جبران بيحكي عن الأهل والأولاد يلي ببعدوا عنهم، بيحكي عن الأولاد كيف بيكبروا بسرعة، وبيحكي كمان عن الآباء اللي ما بيتركوهن أولادهم، عن الآباء يلي ما بيهربوا منهم أولادهم. هذا الحديث فينا نعمله معك بعدين. ليش ما قوصته؟ ليش ما عملتها؟ قلت لي بتقدر تعملها. طلعت ماني قاتل يلي بيلزم لهي الشغلة، أنا ما عنديها. الشيء اللي ما بتقدر تعمله دائما بتطلبه من غيرك، وهذا الشيء مانه منيح. بيجي يوم ما بيبقى في جنبك حدا بيعمل لك شغلك. بس اليوم ما كان في، بكل شغلة انت كنت موجود. للأسف المشكلة هون مو بس بالقواعد والمبادئ يا خال، الحظ. اللي في عنده حظ بيربح. إن شاء الله ما بيروح حظك، لأني وراك. إذا هيك حظك ما تغير. ليش يا خال؟ قلي ليش عمر مهم كتير بالنسبة لك لهالدرجة؟ لأنه أنت هو أنا. يلي عملته أنت بهالزمانات كمان أنا عملته. ما بقدر بصلح يلي عملته مثلك، ومن شان قادر انسى، وبما انك انت انا بقدر اقتل حالي وانتقم. بس بدل هيك يمكن نحن لازم نتصالح. خلينا نحكي الدغري وكون صريح معك للاخير يا سيد جنكيز، موتك راح يكون على ايدي وين ما كنت تكون. مو انت انا.
عايشة. حبيبتي اطمني، لقيت ابننا ورح جيبه على البيت. طمني عنك، انت منيح؟ ايه ماما. الو، وصلك ابنك؟ ايه وصلني. كل شيء صار تمام؟ ايه كله تمام. إيزيل، اليوم حكيت مع بهار. إيزيل اسمعني، تقدر تخليني أعمل يلي بدك ياه، الكذبة اللي بدك ياها، اللعبة اللي بدك ياها، كله بعمله وبعمله أحسن منك، بس ما فيك تجبرني إني خون أختي. وليش ما بتقدري تخونيها؟ ما فيني أعملها. إيزيل لازم تختار، إذا بدك تبقى مع بهار أنا بطلع برا، بس إذا ما بدك تكون مع بهار لازم تحكي معها قبل ما تتورط وتزعلها. ما بقدر. ليش بقى؟ لازم نستنى. شو بدنا نستنى؟ إذا بدك تختارها إلا ليش لا استنى أنا؟ لأنه في أشياء بالحياة ما منقدر نحسبها ولا نمنعها. أنت بدك تستني لأنه مو بإيدك، وأنا بعشقك لأنه مو بإيدي. ومو بس هلأ، حاسس إني رح ضل حبك طول عمري وحياتي لأنه مو بإيدي. بدنا نستنى وبدنا نخون كمان لأنه مو بإيدنا. بس هالشي فظيع كتير. أكيد فظيع. أنا قلت لك جنكيز ما بيقدر يقتل قطة. إيه وأنا كمان قلت لك إذا ما قوص بيكون أحسن، وراح يوقع بير أغماء. ما فهم، ما هيك؟ الرجال مفكر إنه كسب كل شيء، ما بيطلع حتى على اللي خسره. يا ابن أختي عايشة وعلي الحساب هنيك زبط، ما لهم خبر بشي، مفكرين الخطة فشلت. رجعنا للأول خال، ما في غيري أنا وياك بنعرف الخطة. وعما نحسب كل شيء، كل تفصيل صغير عم نعمل حسابه. ولا مرة طلع لك شيء مانك حاسب حسابه؟ طلع أكيد طلع. لهلأ ليك واقف قدامي انت، وانت يا ابن اختي عملت خطة فظيعة للثلاثي تبعك وعم تمشي مثل الساعة. شو لهلأ ما طلع قدامك شي ما حسبت له حساب؟ طلع بهار بنص كل هالوساخة نظيفة وما عم تتوسخ، هي ما حسبت لها. هذا الشيء اللي ما حسبناه قبل يمكن هو يلي رح يجيب نهايتنا. ما بدي من هدول اليابسات، مو يابسات، بدك تقطع ورقات الريحان الخضرة من فرعة وتحطها فيها، ماشي يا ابني؟ المرة الجاية هيك منقدمها حضرة السيد. حضرة السيد؟ وهدوك حضرات السادة؟ انت ناديني خال، رامز خالك. حاضر خال، انت بتأمر، انت خال رامز. يلا هلا جيب لي الحساب.
آسف تأخرت عليك. لا يا ابني ما تأخرت، جيت بوقتك. شباب مثل الألماس، بس هن ما عندهم صبر يسمعوا قصص، وما عندهم رغبة يقروا كتب. كل شي بدهم اياه الربح وبس، بس ما عندهم أي جرأة لحتى يربحوا حياتهم هني. الجرسون بزعلك كتير خال؟ لا طلعنا برا هالمدينة يا ابن أختي، ولا حتى دخلناها منيح. أسئلتها دول ما بتناسبها أجوبتي. أحيانا لازم نغمض عيوننا مشان نعيش خال، بدنا نساير الكل. أنا رجلي ما بتتحمل رقص مع هدول يا ابن أختي. الشباب بيغلبوا الختايرة وتظاهر إنه نحن ختيارنا. مين نحن؟ بتعرف مين أعطاني أول كتاب يا ابن أختي؟ ولد صغير قال لي شوف عمو إذا بتريد، عفوا منك، كل شي بدك تعمله موجود من قبل بهذا الكتاب. والله شهيتني شوف هالكتاب. اسم الكتاب البؤساء، هيك جلده سميك مثل الصخر. بهداك الوقت كنا نقدر الكتاب بتقله. الباقي مش شكرا كثير. قلت له روح على شغلك يا ابني. فتح على صفحة وبلش يقرا. أرى إذا بقيت نفوسنا في الظلام سوف تظهر الذنوب. ليس من يرتكب الذنب مذنبا، المذنب هو الذي يجلب الظلام. مين هذا الولد خال؟ يعني حدا بعرفه؟ أنا علمت هذا الولد شغلات كتيرة، وهو كمان علمني شغلات. قلبنا اسطنبول فوقاني تحتاني حتى ما بقي حدا نقاتله أو نغلبه. بيوم قاعدين بالكازينو عم بتطلع على اليمين واليسار هيك، ما بقي حدا من وزني حدا أضربه. أغرز ضفيري، أغرز ضفيري بقلبه. ما ضل حدا بنوب، أخذ كل شي وما ضل أي شي. وقت اطلعت على الولد يا ابن أختي، واطلعت على محل ما كان عم يطلع عليه هداك الولد. واخدت شغلة له. يعني خنته؟ آخر شغلة مسك كمي على المسرح مغطوط بالدم، قال اقتلني خال، يلا اقتلني. كأنه كان بيعرف كل شي رح يصير معه من قبل يا ابن أختي. قال خال اقتلني بإيدك، يلا اقتلني. ما قتلته. ليش؟ ليش حتى عملت هيك؟ نفس الإنسان يا ابن أختي ما بينعرف ليش. ومين هالزلمة؟ هذا الزلمة صاحب كل شيء، كنان بيرقان. دلني على الطريق خال، دلني كيف بقدر بوصل لهذا الزلمة. هيك ليش عملت هيك؟ مينك انت ولا؟ كنان بيرقان كان تلميذي وهلا عدوي. هذا الشغل اما بينعمل راس لراس او هيك. الو الو معك معك. شو قلتي؟ مين؟ شو؟ لا شو عملوا؟ شو عملوا؟ قلتي مين؟ رامز قرقاسكي. عيدي شو قلتي؟ مين؟ مين؟ رامز قرقاسكي. رامز خال؟ احكي عن جد. اوعك تفتحي الباب لحدا. ماشي. لا حدا يشغل باله، ما بيصير شي على ام حدا او اخته. بس انا عملت يلي علي، انا ما بقى علي ذنب. كل واحد بيشتغل مع كنان بيرقان هو عدوي، مفهوم؟ يلا صحتين وعافية. العامة شو هالزلمة هاي؟ شو عملت هلا؟ سايرني باللعب يا ابن أختي. طلع لشوف، في حدا ما قام وعم يحكي على التليفون؟ أخونا كنان رح يبعث لنا دعوة. إذا عندك شغلة مكملة هلأ بتكملها.
عايشة؟ أنا رايحة. شو ليش عم تضحكي؟ ما في شي، كنت عم أحكي مع آيلين، دبرت لي بطاقة لحفلة موسيقى حلوة، كنت حابة كتير أحضرها. حكيت مع اللي ما بحكي مع حدا مشان جيب هاي البطاقة، وآخر شي أخدتها. كأنك قدرت تخلصهم للأولاد. مو أنا يلي خلصتهم، أنت يلي خلصتهم. كيف يعني؟ مع الأيام رح تفهم. طلعنا من هالقصة. شوفي ليش بعتت وراي؟ قلت بدك تشوفني من شان اقترح عليك اتفاقية بيناتنا. أنت تقترح لي بعد كل هذا الوقت يلي مر وبعد كل هالدم يلي صار، شو يلي ممكن حضرتك تقدم لي اياه بهالاتفاقية غير انك تقدم لي روحك ونخلص معها؟ رح اقدم لك ارواح يلي بتحبهم. طالما ما حدا مات لا انا ولا انت فما رح يتسكر الحساب يلي بيناتنا، ولا يتسكر عم ينزف دم كتير يلي عندي. شو رأيك نضل فترة ما حدا يقتل حدا من الطرف الثاني؟ ليش؟ من شان ما تقلق على الناس يلي بتحبهم. ما بيكفي هالشي؟ يعني انت كمان ما رح تقلق على الناس يلي بتحبهم، ما هيك؟ بس انت ما عندك حدا بتحبه بحياتك اخي كنان. ولا ليكون ليكون انت عشقان على اخر العمر، ها؟ يا حبيبي. ما رح يكون في دم ولا في موت. قديش هي الفترة رح تضل؟ لإمتى؟ لحتى ما تمل من عايشة وتقرر تخلص منها؟ سلمى هلأ عم تتسوق بحماية رجالك من السوق يلي بنيشان طاش، عم تدور على قميص حرير لألك، وأزاد هلأ قاعدة عم تفطر بورشة الميكانيسيان تبعك أبو كماشي. ما تشغل بالك أخي رامز، منعرف كيف نخلي الواحد يعاني أكثر من الموت نفسه. هذا الحكي كان من زمان أخي كنان. أنا خلاص هلأ الوقت ما عاد ضيق بالنسبة إلي، بس صار عم يضيق بالنسبة إلك. أنت متأكد؟